كن فخورا بنفسك ولا تنتظر من أحد أن يفتخر بك. عيش لنفسك وكن قويا لنفسك لتستطيع تجاوز كل الصدمات. كن مؤمنا ومتيقنا أنه بعد العسر يسرا. لذلك لا تستسلم للحياة ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله.